قوتنا المصرية باسلة. الله شرف. كلمة عاوزين نقولها برضو في الآخر. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور فضل. ويشفي صدور مصر كلها صدرها شوفي. مرحبا الشيخ. الحمد لله. اشكرك. الله يخليك. بس احنا اهم حاجة يعني لا نسمع كلام المخزلين والمثبتين اللي ربنا سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. انا ان احنا نحقق اهدافنا وان نلتفت لاراء المرضى والعملاء. بلال شكرا. الجملة الساحرة بتاع السيسي ما اقدرش اختم من غير ما اقولها. انني على يقين من قدرة المصريين على العطاء فهي الميراث الذي خلفه لنا اجدادنا وهي المعين الذي لن ينضب باذن الله. احيا مصر. مصر تحيا. بشكركم جميعا. بشكركم يا شعب يا عظيم. اخير عشان الناس دي تفهم. بشكركم يا شعب يا عظيم جدا. كن دائما فخورا فخورا ببلدك اولا بلدك العظيمه. فخورا بنفسك كشعب عظيم جدا. فخورا بجيشك العظيم الوطني المقاتل اللي بيجيب لك حقك على طول ولسه. فخورا بشرطتك العظيمة اللي بتشتغل ليل نهار وسهرانة عشان حضرتك. بقضائك العادي اللي هيجيب لك حقك حتى لو اتأخر هيجيب لك حقك برضه. فخورا بيكوا يا مصريين يا شعب يا محترم. والله انا دايما كل يوم دايما رقبتي في السماء كده كده اهو.